مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم انا في منزل شاب رضا، شاب مقبل على اجتياز امتحان البكالوريا. شنو الصعوبه اللي دايره رضا؟ صعوبات علوم فيزيائية. وشونس فيزيك. يمكن دابا كيهضروا على الشيء لانه الضحك ديال الباك وديال ليكزام الله يحسن العوان. رضا، انت يا شاب من ديت الدار البيضاء، عندك حلم ان شاء الله تاخذ البكالوريا. قدم لنا راسك وعلاش حنا اليوم في داركم. رضا منعم، مستوى البكالوريا جيتو عندي باش تشوفوني كنبريباري البكالوريا ان شاء الله في الظروف في زمن كورونا. في زمن كورونا، زمن كورونا يمكن واحد الزمن اللي ما حتى شي واحد ما كان في راسو كيفاش غادي يمشي. كيفاش جاك انت الباك وكورونا؟ جا شويه صعيب، ولكن عبر التواصل ديالنا عن بعد مع الاساتذه ديالنا والاصدقاء ديالنا كنتحاور معاهم عبر الطريق وعلى الواتساب، جا سهل علينا شويه الامور. ان شاء الله يا رب. اذا لا تكنولوجيا عاوناتكم، يمكن دابا لي ريزو سوسيو لي تكنولوجي وهاد 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 العلماء اللي كاينه يمكن تعاون الوليدات. واخا نتايا شحال عندك في الزهاوي؟ قد من راسك شفتي الباك دير ليا شويه على راسك. نعم، جبت الزهاوي 14 سميتو دوزنا في واش جيب 14 هضر بالزهد اخويا، كنت قال لي بحال نجيب واحد. جبنا 14 زدنا 14 وان شاء الله نجيبو كثر في البكالوريا ان شاء الله. شحال باغي تجيب في البكالوريا؟ ان شاء الله 15 ولا 16. ان شاء الله 16 في الباك، علاش لا؟ تكون واحد المونسيون اللي مزيانه ان شاء الله اللي تقدر تخليك او تخول ليك انه دير الشعبه اللي بغيتي دير من ورا الباك. عندك شي فكره على شنو غادير من ورا الباك؟ باغي ندير ميديسين ان شاء الله. ان شاء الله رضا باغي يدير الميديسين، الله يوفقك يا ربي. واخا رضا، بزاف الناس بغاو يعرفوا كيفاش نتايا كتبريباري الباك ديالك، يلا عطيني الروتين اليومي ديالك. كنوض مع الصباح، كنتفطر مع العشرة ديال الصباح، كنجي كنبريباري المواد ديالي، من بعد هاد الدار كنجي لهاد البيت هذا هنايا، من بعد هاد البيت معزول في الدار عاطينك معزول، من بعد على لافامي على الصداع ديال لافامي، فهمتي راك عارف الدراري وهادي. من بعد خطرات كيجيو الأصدقاء ديالي كنبريباري أنا معاهم هنايا، وكنت واصل مع الأساسي ديالي عبر الواتساب إلا احتاجيت شي حاجة واحد شكلها ولا شي حاجة. واخا كتبدا بالمواد العلميه الادبيه، كتنوض الصباح بكري شنو الصباح كنخدم المواد الادبيه، وبالعشيه باش كنخدم المواد العلميه باش كيسهل عليا. كيفاش زعما؟ علاش هكا؟ علاش ماشي العكس؟ المواد الادبيه مع الصباح كيكون العقل باقي فيها، باقي قادر يكابطي المواد ليتيغيغ، وفي العشيه كنخدم المواد سيونتيفيك. سيونتيفيك، واخا فين وصلتي في البريباراسيون؟ حنا غادي ان شاء الله. المهم كندوز كنراجع دابا المواد ديالي. حنا دابا لقينا كتخدم الفيزيك. الفيزيك. واخا فين وصلتي الفيزيك؟ وشنو الصعوبات اللي كتواجهك مثلا في البريباراسيون؟ الكهرباء، دوز الكهرباء ان شاء الله دابا في ميكانيك، كاين واحد جزء في الميكانيك ندوزو مع الاساسي دار كنساو الصعوبات اللي واخا انت يمكن ما بقاش بزاف، واش كتشوف قاد انك تقاد الوقت؟ كيفاش كتعامل مع الكونتخان ديال الوقت؟ لانه كنديرو بلون كيما قلت لك، مع الصباح كنديرو نخدمو المواد الادبيه، وفي العشيه كنخدمو مواد سيونتيفيك باش كيسهل علينا الامور كاردي، والسبت الحد كيبقى ديالك ترتاح فيه. ما كتحفظش انت الويكاند؟ واخا اول طالب واخد الاوف وسط البريباراسيون. انت واخد الاوف وسط البريباراسيون، ان شاء الله ربي غادي يوفقك. المراجعه او تتبع الدروس عن بعد، كيفاش جاتك هذه القضيه هذه؟ كيفاش تعاملتي معها؟ في الاول ما تقبلناش، احنا طلبه ما تقبلناش، ولكن شنو ما تقبلتوش؟ ما تقبلناش في هذه الظرفيه هذه، فهمتي، كنبعدوا على الاساتذه وهذه، ولكن ملي جا قرار باللي غيتحذفوا يقلوا علينا الدروس، مزيانه ومزيانه النفسيه ديالنا، فهمتي، واساسي كيعاونونا على النفسيه ديالنا وكيعاونونا كيفاش ماشي. واخا يمكن كيحسدوكم الناس عليها، عطي لي هاد الحاجه ديال البنات الكل كيقول لك انتم البروموسيون الوحيده اللي تم تحديد وفق واحد الاطار منهجي محدد، يعني كيفاش شنو الدور اللي فيهم الامتحان؟ يمكن انتم الوحيدين مع سابقه هذه، ولكن راه كتجي شويه صعيبه حيت بعد على الاساسيين، بعد على التلاميذ ديالك، بعد الخطرات ما تكونش فاهم شي حاجه كيشرحوا لك التلاميذ، كيبقى الحوار ديالك مع الاستاذ، يعني ماشي بحال ليكم ولا مع الاستاذ اون ديريكت. ان شاء الله حتى شي حاجه ما مستحيله، كتبقى غير مساله عزيمه واصرار كيف ما كيتفاعلوا معنا الناس. هنايا اللي كيقول لك الله يوفقك ساره غادير، كتقول لك الله يوفقك تبارك الله عليك. حكيمه كتقول لك الله يوفق جميع
يعني بزاف الناس كيتفاعلوا اليوم مع اللايف ديالك. نتايا كي قلت لك انك تحرم من الحفاظه مع صحابك، يمكن من قبل كنتو تحفظوا في الاسباس اوفير، اليوم انت بوحدك في بيتك، المهم بيتك راه ما عندك حتى شي وسيله للترفيه. الحياطه شويه صعيبه ولكن مع الاساسيه ومع سميتو مع التلاميذ. شنو اللي جاك صعيب؟ الاصدقاء ديالنا. شنو اللي جاك صعيب؟ سميتو بعض الخطرات كتلقى فهمتي شي حاجه ما كنتش فاهمها. مولف كتحفظ انت مع الدراري اصلا؟ يعني ما كاينش شي حاجه جاتك صعيبه؟ شنو المواد اللي جاوك صعاب؟ المواد اللي جاوني صعاب بالنسبه للبلاستيك. فيزيك. الفيزيك يمكن اللي باقا فيه الصعوبه، وقيلا هو علاش بديتي به، علاش بادي به انت اليوم هذا الصباح. الله يوفقك يا ربي، ان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. ناقص معك نقطه اخيره اللي هي انا كاين ان ندوزو في قاعات رياضيه يمكن بتباعد كبير، نفس الثانيه كيفاش تعاملتي مع هذه القضيه؟ نفس الثانيه كيعاونوا الاساتذه على المسير ديالنا، كيفاش ندخلوا في هذيك الاجواء واخا في القاعه ولا فهمتي، حيت حنا مولفين كاصدقاء ديالنا شحنات اللي قبل ولكن ان شاء الله غندوزو كل شيء. انت قاعه رياضيه كيفاش جاتك؟ كتخلع واخا بيني بحال قاعه رياضيه راه كتخلع؟ قاعه رياضيه كتخنق شويه فهمتي، ماشي بحال القسم كتكون لو غيتم فاضر يخلعك فهمتي ستريس وهادي. ان شاء الله خير. نصيحتك للشباب اللي كيبريباري دابا ما عارفش منين يبدا، شنو تقول له؟ انت يا كعب يتواصل مع الاساتذه على البعد وسميتو ميتريزي بريباري، راه باقي شويه ديال الوقت فين يبريباري. يعني الناس اللي بغاو يبداو حتى من اليوم راه باقي الوقت. يبريباري ويعاونوهم الاساتذه، وان شاء الله كلشي غيفوت ولا تحيد الكورونا ان شاء الله. وباك ان شاء الله الباك ديالنا كامل ان شاء الله كنا غنجحوا ان شاء الله. باك كورونا رغم الدورة ان شاء الله غنجح. هذا باك ديال كورونا. تبارك الله عليك. يمكن انا بغيت نشوف واحد القضيه، واش تقدر توصل مع شي استاذ من الاساتذه ديالك؟ واخا الوغ حنا باقيين غنشوفوا هادشي كامل في الروبورتاج ان شاء الله اللي غادي يكون عبر القناه. شكرا لك رضا، الله يوفقك ان شاء الله. تسناو لقاء اللي فيه بزاف الحوايج الاخرين غادي تشوفوها عبر اليوتيوب. تبارك الله عليك هذا، الله يوفقك خليك تكمل فيزيك على الميكرو خذ الكالكول. الله يوفقك يا عبدي. الوغ رضا يمكن من الشباب الطموحين اللي عنده هدف بحال باقي التلاميذ، الله يوفق الجميع يا ربي. كيف ما قال رضا حتى شي حاجه ما صعيبه، فالواحد خصو غير يتصابر ويدير اللي عليه وان شاء الله ما يكون غير الخير، خاصه انه هذا العام استثنائيا كاين بزاف ديال الدروس اللي ناقصين. صح انه كاين يمكن تلميذ محرومين من تجمعات، محرومين انهم يحضروا ان ايكيب ولا اون جروب، ولكن كاين بزاف ديال الافونتاج ان شاء الله في زمن الكورونا يكون باك سبيسيال. تقولوا انتم ولادكم ياك رضا، تقول لولدك انا الباك ديالي خديته في كورونا. تبارك الله عليك، الله يوفقك. شكرا للمشاهدين الكرام، شكرا لتتبعكم لينا، لتعليقاتكم الايجابيه اللي كلها كتدعم وكتدعي التلاميذ والطلبه فيما كانوا. الله يوفقهم يا ربي وينجحهم ويجعل ان شاء الله اسئله الامتحان بردا وسلاما ياك عليكم ان شاء الله. الله يوفقكم يا ربي، وتحيه كبيره للاطر التربويه اللي كتسهر على تتبع السير العام للدراسه ولو عن بعد مع التلاميذ ديالها. تبقوا على خير ونخليو رضا يكمل حفظ. Thank you.